اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الصحافه في اسبوع. النهارده هستعرض معاكم اهم عناوين الصحف الصادره خلال اسبوع واهم وابرز القضايا المثاره على الساحتين الدوليه والمحليه. هروح معاكم لاول خبر معانا النهارده من جريده الاهرام. بدء العام الدراسي بالجامعات اليوم بحضور 2.5 مليون طالب ولا زياده في المصروفات. ومن جريدة الأهرام أيضا، الرئيس يفتتح مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ، إن الشعب يخوض معركتي الإرهاب والتنمية بكل شرف. ومن جريدة أخبار اليوم، الرئيس يعرض رؤية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة. ومن جريدة الجمهورية، مصر تتحدث بثقة مع المستثمرين ومشروعات جديدة لصناعة السيارات في قناة السويس. ومن جريدة الأهرام المسائي، الأمن يسأر لشهداء العريش بعملية واسعة ضد الإرهابيين في شمال سيناء. ومن جريدة المصري اليوم، مكتب دائم لحماس بالقاهرة للتنسيق الأمني والمصالحة تبدأ في غزة بداية بدفع الدية برعاية مصر والإمارات. ومن جريدة الوطن، مصر تواجه قطر في أوروبا وتكشف دعمها للإرهاب. ومن جريدة الشروق، وزير الزراعة يعلن تفعيل الضبطية القضائية لمهندسي حماية الأراضي لمواجهة التعديات. ومن جريدة الوفد، وزير الخارجية استعرض الملف الليبي خلال الاجتماع السداسي بلندن. ومن جريدة البوابة، بدء تنقية بطاقات التمويل لاستبعاد 3 ملايين مواطن. ومن جريدة صوت الأمة، وزيرة التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم إلى 12% نهاية 2017. أعزائي المشاهدين، كانت أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع هنستعرضها معاكم بالرصد والتحليل مع الكاتب الصحفي محمد ربيع غزالة، مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي، بعد الفاصل فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. بنرحب بضيفنا اللي شرفنا النهارده، الكاتب الصحفي محمد ربيع غزالة، مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي. أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم، مشرفنا النهارده. أهلا بحضرتك. عايزين نستعرض مع بعض عناوين الأخبار اللي موجودة معانا النهارده. هنروح لأول خبر معانا من جريدة الأهرام، بدء العام الدراسي بالجامعات اليوم بحضور 2.5 مليون طالب ولا زيادة في المصروفات. الحقيقة عايز أتكلم معاك في موضوع التنسيق اللي حصل في الجامعات عن طريق المواقع الإلكترونية والكلام ده. الموضوع ده ما عادش مخلي فيه وساطه في موضوع التقديم ولا فيه وساطه في الجامعات؟ لا، اصل فكره بس في مشاكل كتيره في الموضوع ده. عشان تبقى تقصد الجامعات الحكوميه ولا الجامعات الخاصه؟ الجامعات الحكوميه والخاصه. تمام. الجامعات الحكوميه الخاصه دي حاجه تانية خالص. يعني هو يعني المحل صاحب صاحبه. لا، هو يعني ما فيش حاجه اسمها المحل صاحب صاحبه، لان اي مؤسسه حتى لو كانت خاصه تخضع لرقابه مباشره من الدوله. الجامعات الخاصة تخضع لرقابة وزارة التعليم الخاص، وفي حاجة اسمها قسم التعليم الخاص داخل وزارة التعليم العالي. هناك رقابة وهناك ضوابط، حتى المصروفات وأعداد المقبولين بيتم تحديدهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة. هناك أمين أنا عام. لو حد عايز يقدم لطالب أو بعد التقديم أو قبل التقديم، هي الجزئية هنا يعني اللي عايز أطرحها لحضرتك، وده يمكن أنا عصرتها ويمكن بناشد من خلال حضرتك. وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك حد أدنى وحد أقصى، حد أدنى للقبول بالجامعات الخاصة. يعني يقول بالنسبة لكلية القمة يقول لك 90% حد أدنى للقبول بالجامعات الخاصة. المشكلة هنا فين بقى؟ فين الرقابة أو الضوابط أو المعايير التي بتقوم بها الدولة ممثلة في التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في التأكد من مطابقة المقبولين للشروط الضبط؟ بمعنى حضرتك دلوقتي ممكن يكون ابن حضرتك جايب 90.1، واحد تاني جايب 95، ويتم قبول ابو 90.1 ورفض ابو 95. بالظبط، ده اللي كنت بقول لحضرتك. هي المشكلة الإشكال لما نيجي نتكلم في الضابط والمعايير، هو وينطبق عليه الضابط والمعايير الموجودة المطروحة من مجلس، ان هو جايب الحد الأدنى للقبول، ولكن المفترض ان يكون هناك شفافية في الاعلان عن اسماء المقبولين. طيب استاذن حضرتك، بس هناخد المهندس سيد عطيه رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي. باشمهندس، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كل مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بيك يا باشمهندس. معايا بس مجموعه اخبار كده عايز اتكلم مع حضرتك فيهم. انا معايا الاستاذ محمد ربيع غزاله، الكاتب الصحفي في الاهرام، بيسلم على حضرتك. اهلا وسهلا بيك. قول لنا النهارده في الاخبار كده يا باشمهندس، واحنا بنتصفح الاخبار،
لقينا خبر ان هناك قانون للضبطيه القضائيه لمهندسي حمايه الاراضي لمواجهه التعديات. ايوه، فعايزين نتكلم بقى، هل القانون ده هيساعد مهندسي حمايه الاراضي على مواجهه هذه التعديات؟ هو اولا مش قانون، هو قرار وزير العدل رقم 706 لسنه 96 بمنح الضبطيه القضائيه للعاملين في وزاره للمهندسين الزراعيين ومن ضمنهم مهندسي حمايه الاراضي، والقرار ده كان غير مفعل ولكن بالتنسيق بين معالي وزير الزراعه ووزير العدل تم تفعيل هذا القرار، وارسل الموضوع ده للساده محامي العموم في المحافظات عشان يبلغوا في الدوائر القضائيه والساده وكلاء النيابه، وكلاء النيابه العام في كل محكمه. وكمان ارسلنا لوزير التنميه المحليه عشان احنا عدلنا النماذج الخاصه في المخالفات بتاعت حمايه الاراضي، وقضينا على موضوع احاله مخالفه حمايه الاراضي للخبير بتاع وزاره العدل، لانه كان دي ثغره من الثغرات اللي الناس بتنتج منها وتاخد براءات، وبالتالي بيشجع زياده التعدي على الارض الزراعيه، كل واحد يقول لك ما هو هتبقى له قضيه واروح اتحول للخبير والخبير هيديني براءه، لان الخبير بياخد بشهاده الجيران. فاحنا اشترطنا انه المحضر المخالفه يكون مرفق فيه شهاده من الجمعيه التعاونيه الزراعيه تبين حاله الارض قبل المخالفه عشان ما الموضوع لا يحل للخبير. وكمان اشركنا في محاضر مخالفات حمايه الاراضي المخالفة في البناء ان يكون عضو من الوحده المحليه المختصه مهندس يشترك في المعاينه عشان يقدر قيمه الاعمال، عشان طبقا للقانون 19 احيانا تبقى العقوبه مثليه قيمه الاعمال، بل هو قاضي بيبقى عايز يعرف قيمه الاعمال قد ايه، المحضر بتاع الزراعه ما بيبقاش متضمنه. فاحنا ضفنا مهندس من الوحده المحليه المختصه يشترك مع المهندس الزراعي في تحرير محضر مخالفه البناء على الارض الزراعيه عشان يقدر قيمه الاعمال. باشمهندس سيد، انا عارف ان حضرتك راجل ميداني ما بتقعدش في المكتب، يعني لما نروح ندور عليك في المكتب ما بنلاقيكش خالص. يعني انت سيادتك وانت بتنفذ حملات الازاله او بتبقى موجود على ارض الواقع بتلاقي الدنيا لطيفه وظريفه كده زي ما احنا بنشوف، ولا في صعوبات والدوله؟ لا احنا طبعا في صعوبات بالغه، لان احنا اجهزه الشرطه ما بتطلعش معانا، ولو طلعوا معانا حد بيطلعوا هو لا تتناسب مع جسيمه مع المخالفه، ويبقى امين شرطه ولا اثنين عساكر ولا حاجات زي كده، فما بيبقوا بيعرضوا المهندسين الزراعيين ومختصين بالوحدات المحليه للاهانات وتطاول المتعدين عليهم بالضرب والاهانات احيانا، وبيضطروا يعملوا محاضر للمتعدين في اقسام الشرطه تعدي على موظف اثناء تاديه وظيفته. واجهت حالات زي كده يا باشمهندس وانت بتنفذ ازالات؟ لا ده واجهنا حاجات كتير قوي، انا لما كنت في سوهاج اتضرب علينا ببندقيه آلي واحنا بننفذ ازاله. اتضرب علينا بسلاح آلي من المخالف، وقصة الشرطه تتعامل معاه الى ان نفذت ذخيرته بالكامل، وبعد كده جبناه هو ذخيرته هو والسلاح بتاعه. طب شوف يا باشمهندس، انا عارف ان انت بتتكلم بمراره شويه، كلمني قول لي بقى لو سيادتك في ايدك القرار والمسؤوليه وتقدر تطلع قرار النهارده علشان توقف التعديات على الاراضي الزراعيه، ممكن تعمل ايه حضرتك النهارده؟ لانك انت ايدك في الموضوع غير الناس اللي بتبقى شايفه الموضوع من بره. اخصص شرطه متخصصه زي شرطه التمويل وشرطه السياحه وشرطه الكهرباء وشرطه البيئه، اعمل جهاز شرطه متخصص بحمايه الاراضي الزراعيه، لانها دي اهم من اي حاجه ثانيه، لانها عصب الاقتصاد القومي. عايز اسال حضرتك على غرار مثلا شرطه التعمير وشرطه التموين والحاجات اللي الشرطه المتخصصه، شرطه الاثار، شرطه البيئه، شرطه المسطحات، شرطه السكه الحديد، شرطه الكهرباء، شرطه الاثار، شرطه المصنفات الفنيه، ده انت عندك قطاع شرطي متخصص للمصنفات الفنيه، يعني يقول لك المخرج الفلاني سرق كوبليه من اللحن بتاع المخرج الفلاني، ده عامل لها شرطه، واحنا بنطالب بشرطه لحمايه الاراضي ما بقالنا سنين. مش قادرين نطلع نعمل قطاع شرطه متخصصه لحمايه الاراضي. ايوه بس حاجه ما احلش مخالفات البناء على الارض الزراعيه للخبير ابدا نهائي، لان الخبير بياخد شهاده الجيران والجيران مخالفين، وبالتالي بيحصل تحايل من المحامين على تغيير القيد والوصف بتاع القضيه، وتبقى قضيه بناء بدون ترخيص مش بناء على الارض الزراعيه، وبالتالي العقوبه تصدر بالمخالف بالغرامه فقط، وبعد كده يستأنف يروح واخد ايه؟ ايقاف التنفيذ وهكذا. ايوه بس اللحن ممكن يبقى غالي برضه يا باشمهندس سيد، يعني اللحن ممكن يعدي برضه الافات دلوقتي. اللحن انت بتقول في شرطه المصنفات عشان ملحن طلع لحن اتسرق منه، فانا بقول لسيادتك ان اللحن بقى ده يبقى غالي، انما احنا الاراضي بتاعتنا رخيصه علينا، يعني فما ينفعش رخيصه. ايوه رخيصه علينا اللي احنا بناكل وبنشرب منها، هنعمل لها شرطه متخصصه ازاي يعني؟ القرار اللي بعد كده حاضر توصيل المرافق للمباني المخالفه،
احنا حاليا دلوقتي بيسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفه سواء كانت على ارض زراعيه على املاك الدوله الخاصه على املاك الدوله املاك الدوله او املاك الدوله الخاصه. المباني المقامه بالمخالفه بيوصلوا لها مرافق، شركات المرافق الصحي والكهرباء والتليفونات بتوصل مرافق وعلى عنك وتاجر كده ومرأة ومسمع جميع الناس. وبالتالي لما يوصل مرافق بيقول لك اصل توصيل المرافق ده لاو في تنفيذ الازاله. طب ما هو توصيل المرافق يا سيد الفاضل بيخلي المخالف يقيم في المخالفه، لما نيجي ننفذها الشرطه تقول لك ده المخالفه مأهوله بالسكان وتعذر تنفيذ البنيتها وروح تحكي القوات. طيب يا باشمهندس، لو انا النهارده يعني بننفذ قرار ازاله وعندي جماهير بتعترض على الكلام ده، يا عم انتوا جايين تهدوا الواحد بني على اراده، انا عايزك تكلم الحاج محمد والحاج علي والناس اللي بتسمعنا البسيطه، الموضوع ما هوش اراده انت بتبني عليه وبتعدي، الموضوع خطورته فين يا باشمهندس؟ خطورته في انه ده بيضيع الارض الزراعيه. احنا دلوقتي خلاص يعني تدنى نصيب الفرد من الفداء من الاراضي الزراعيه الى وصل الى اقل من 2 اراض، وعايز ياكل يشرب ويسكن فيهم، والتهاون في اراض واراض واراض بيجيب. احنا دلوقتي من سنه 2011 لغايه دلوقتي دخلنا في 80,000 فدان بمخالفات في الاراض، فالتهاون في اراض واراض واراض ده بيأثر على الانتاج الغذائي وبالتالي بيزود الفجوه الغذائيه الموجوده في مصر، وبالتالي بيأثر على حتى القرار السيادي للدوله، لانه من لا يملك قوته لا يملك قراره. صحيح. والامن الغذائي ده اهم ركيزه من ركائز الامن القومي. فبنقول لهم يا اخواننا يا حاج محمد يا حاج علي يا اخواننا المزارعين، اجدادنا ورثونا الارض زراعيه، ارض زراعيه، ما فيش داعي ان احنا نديها لهم، نورثها احنا لاجيالنا كمان كتل خرسانيه، واحنا دلوقتي بقينا قربنا نستورد الجرجير من بره يعني. طب ما هيرد عليك يقول لك طب ما انا عايز ابني لابني، هقعد ابني فين واجوز ابني فين؟ ده الحته اللي عايز اتكلم فيها. احنا بنقول لهم يعدلوا القانون 114 ده اللي انا هكلمه عليه. ونشجع الاحلال والتجديد للمباني السكنيه القديمه اللي في القرى، ونسمح لهم بالتوسع الراسي بغض النظر عن عرض الشارع وما مرتين ونص عرض الشارع وهكذا. ثاني حاجه الدوله دايما بتعمل مدن جديده، تعمل قرى جديده في الطريق الصحراوي وهكذا، واحنا طرحين هذه البدائل وعرضناها في مجلس النواب وعرضناها في اكثر من مسار يعني اكثر من قناه تلفزيونيه واكثر من منبر اعلامي، عرضنا البدائل اللي بتخفف الضغط عن الزحف السكاني على الارض الزراعيه. الاستاذ محمد ربيع غزال عايز يسال حضرتك سؤال. يا باشمهندس بس انا عايز اشكر حضرتك على صراحتك في توضيح الامور دي، بس ليها تعليق بسيط لو تسمح لي. انت حضرتك قلت ان انتم بتعملوا مخالفات وبتحرروا محاذر ويحال الامر الى خبير وما الى ذلك من الطرق المقاضاه المتبعه. طب احنا لو نرجع بالذاكره شويه كده ايام الدكتور كمال الجنزوري عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، قرار نائب الحاكم العسكري بالظبط كده، لم تحدث حاله تعدي واحده طوال هذه الفتره على الارض الزراعيه. اولا احنا لما عملنا حصر لحالات التعدي اللي كانت ايام نائب الحاكم العسكري لقيناها موجود في تعديات ونسبه كبيره نسبه لا خالص، انا كانت نسبه بسيطه جدا لان التنفيذ نطلع القرار ده تاني، لكن قالوا لنا ده قرار نائب الحاكم تمام. هو الميزه بتاع القرار ايه يا فندم ساعتها؟ الميزه انه كان يتم التعامل بشكل فوري مع اي حاله تعدي فور القيام بالتعدي، ودي خلل موجود جدا داخل المنظومه عند حضرتك. ازاي لماذا لا يتم التعامل مع الحالات التعدي الزراعيه فور القيام بالمعتدين باتخاذ اجراءات؟ ما بيقول لك بيتعدوا عليهم بالضرب هنا الاول كان ينزل ازاله فوريه بيتم ازاله، انما انتوا دلوقتي بتستنوا الناس تبني. القرار نائب الحاكم العسكري لما حاولنا نطلعه قالوا لنا ده بيفرض في حاله الطوارئ، يعني لما تكون البلد مفروض فيها حاله طوارئ، وانت عارف ايام سياده الرئيس حسني مبارك كان البلد قاعد عاش فتره طويله قوي في فتره حاله الطوارئ، فقرار نائب الحاكم العسكري ده بيفرض في حاله الطوارئ فقط. طب احنا دلوقتي مش في حاله الطوارئ وبالتالي ما عرفناش نطلعه، احنا طالبنا دي اكثر من مره، يصدر قرار نائب حاكم عسكري مواسي للقرار رقم 1 لسنه 96، فقالوا لنا ده بيفرض في حاله الطوارئ فقط، والبلد حاليا دلوقتي مش في حاله الطوارئ، وبالتالي يتعذر اصدار قرار مماثل ليه. طيب هل هو انت شايف من وجهه نظر حضرتك ان اعطاء المهندسين الزراعيين او مهندس حمايه الاراضي حق الضبطيه القضائيه كافي للقضاء على التعديات على الارض الزراعيه؟ لا هو مش حكايه كافي، لكن المهندس الزراعي كان عم بيحرر المحضر يروح الوحده يروح اسم الشرطه يقعدوه من الصبح لغايه بالليل عشان يستلموا منه المحضر ويعملوا وياخدوا اقوال وسين وجيم، دلوقتي بقى هو مامور ضبط قضائي يعني حرر المحضر يروح فيه على النيابه مباشره. ما يروحش اسم الشرطه نهائي،
وممكن المهندس وممكن المهندس هو اللي يتعرض على النيابه ويتحبس. لا 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 ان شاء الله ما يتعرضش على النيابه ويتحبس، واي زميل فينا لينا بيتحبس واحنا بنتدخل وبنكلم النائب العام وبنخرجه يعني. وحصل كده في الجيزه وفي العياط لما محافظ الجيزه كان مطلع قرار بالازاله الفوريه، اتحبس مدير الاداره الزراعيه لما نفذ ازاله فوريه وقال لك لازم نصدر قرار ازاله ويبلغ المخالف على عنوانه بخطاب موصى عليه ويحدد في الفتره بتاعه تنفيذ الازاله لولا ما تنفذ الازاله. وكيل النيابه حبس مدير الاداره الزراعيه والحمد لله تدخلنا وطلعناه. باشمهندس لو قلنا احنا نصيب الفرد 2 قيراط وقلنا الحل المشكله فين بقى؟ يعني نعمل ايه في حل المشكله؟ ما انا عندي سكان وعندي برضو الراجل بيتكلم بمنطق، عنده اولاده عايز يبني لهم عايز يجوزهم، الحل المشكله فين؟ نعمل توسعات في الصحراء، ده بيكلفني قد ايه؟ الايراد اللي انا مثلا ببنيه على الارض الزراعيه بيكلفني قصاده قد ايه في الارض في الصحراء؟ بص حضرتك احنا عاملين دراسه مقترحينها، ولو حضراتكم عايزين ابعت لكم الدراسه دي ان شاء الله بكره ابعتها لكم. يا ريت. احنا كل قريه لها ظهير صحراوي يتعمل فيها قريه جديده، وبالعكس هتدخل ايراد الدوله مش هتاخد منها. وتقسم الارض وتباع للشباب اللي عايز يبني، بس يكون ملاصق للايه؟ للزمام الزراعي بتاع القريه الام. فاحنا عاملين الكلام ده مقترح ده. ثاني حاجه عايزين نسمح بالتوسع الرأسي في القرى ونحيي القريه القديمه ونهد البيوت القديمه، يعني اللي عنده بيت قديم مبني دور واحد يهده ويبنيه 5 ادوار عشان يسكن اولاده، ونديلهم كمان قرض اسكان تعاوني بدون فوائد عشان نشجعهم على الاحلال والتجديد للقرى القديمه والمباني القديمه اللي في القرى القديمه القائمه. هو لو اتعمل الكلام. ثاني حاجه المشروع القومي بتاع ال1.5 مليون فدان تقام فيه مجتمعات عمرانيه متكامله زي المجتمع العمراني اللي سياده الرئيس راح افتتحه في الفرافره السنه اللي فاتت. ده كل ده هيكسب الكثافه السكانيه من المحافظات الكثيفه الى ربوع الصحراء والمحافظات المنخفضه الكثافه زي الوادي الجديد والمحافظات الصحراويه. كلام محترم يا باشمهندس، بس لابد ان يبقى مصاحب لده حملات توعيه للناس عشان الناس تبقى عارفه خطوره اللي احنا فيه ايه. المهندس المحترم سيد عطيه وكيل الوزاره لحمايه الاراضي، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. هنرجع تاني لموضوعاتنا استاذ محمد ونتكلم على موضوع اللي كان في الجامعات. طيب يعني هرجع لحضرتك واكد لك ان هو المشكله هنا تكمن في ايه؟ في ان المفترض الجهات المختصه المتمثله في وزاره التربيه والتعليم ان كان خاصه بالمدارس الخاصه، وده شفناه ازمه كبيره جدا لان المدارس الخاصه رفعت بعض المصروفات واولياء الامور عملوا مشاكل عشان المصروفات لما زيادتها دون مبرر، ولجوء لوزاره التربيه والتعليم في قسم التعليم الخاص في الوزاره، وان كان برضو كذلك في التعليم الخاص فيما يخص الجامعات اللي انت حضرتك بتقول ان في ناس بتخش. هنا الازمه هنا، لماذا لا يكون هناك شفافيه واعلان كشوف المقبولين في الجامعات الخاصه ونسبهم المئويه، وان يفتح باب التظلمات لاي ولي امر تقدم في هذا الوقت المناسب ولا يتم قبول نجله طوله على مجموع اعلى من المقبولين. هنا الاشكاليه بتكمن ان الجامعه تقول لك لا انا خدت 90% سبتها ب 95% عشان انا كنت خلص اعداد المقبوله بالنسبه لي. هو من النهايه الجامعات الخاصه والتعليم الخاص اصبح بيزنس موجود في مصر دلوقتي، ولا بد من زياده الرقابه المفروضه من الدوله على هذا النوع من التعليم، خاصه ان هناك اقبال شديد جدا من اولياء الامور ومن الطلاب دلوقتي سواء التعليم الخاص في قبل الجامعي او التعليم الخاص الجامعي، ودي اشكاليه كبيره جدا بنعانيها محتاجه من قبل وزاره التربيه والتعليم او وزاره التعليم العالي وكذلك الحكومه في اتخاذ اجراءات صارمه لضمان الشفافيه سواء في قبول الطلاب في التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي حتى لا يكون هناك اي نوع من الواسطه. كبير جدا ولابد ان يبقى عليه رقابه وتفتيش وعقاب، بس هيبقى فيه رقابه وتفتيش وعقاب ازاي وانا معين مستشارين عندي؟ ما انت عارف القصه ماشيه ازاي بال 50,000 وبال 100,000 في الشهر وبتاع، يبقى انا اعاقب مين؟ مين بيراقب مين ومين بيعاقب مين؟ والمرتبات اللي بتطلع كالمستشارين ومش ما عارف ايه، ما أنا بقول ومستشار حضرتك ومستشار فني ومستشار قانوني ومستشار اعلامي انت حضرتك وتقول لي قلت لي ان هي اي جامعه او اي مدرسه خاصه عزبه لصاحب. لا، لولا الدولة سمحت له بتوفير الأراضي الخاصة لإنشاء تلك الجامعة أو تلك المدرسة أعطته الترخيص. مين بيراقب على مين؟ لازم الدولة صاحبة وصناعة القرار. على فكرة أي دولة في العالم، أي دولة في العالم منتشر فيها التعليم المفتوح أو التعليم الخاص بنسبة كبيرة جدا، ولكن هناك ضوابط ومعايير ورقابة قوية جدا من الدولة تجاه تلك المدارس أو الجامعات الخاصة
لذلك هناك التزام تام بكافة الإجراءات والضوابط، لا يستطيع أحد أن يخالف ذلك. كلامك صحيح. التعليم مفتوح في العالم كله، ولكن هناك رقابة صارمة من الدولة، التأكد من المناهج التي تدرس للطلاب، من مستوى المناهج، من مستوى أعضاء التدريس المنتدبين للتدريس، كل تلك الأمور مسؤولية الدولة. صحيح. مسؤولية الدولة وليس مسؤولية أولياء الأمور، لأن دلوقتي الجهة المنوطة بالرقابة والتحديد والمتابعة هي الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي. هنروح لخبر تاني معنا من الأهرام أيضا، الرئيس يفتتح مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ ويقول إن الشعب يخوض معركتي الإرهاب والتنمية بكل شرف. يعني في الحلقة الماضية مع حضرتك تطرقنا لمثل هذا الأمر، ما من مناسبة أو لقاء للرئيس سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي إلا ويتم التحديث في كلا الأمرين، سواء التنمية الاقتصادية الشاملة التي تبناها الرئيس منذ توليه المسؤولية، وحرب مصر ضد الإرهاب الغاشم الذي هدفه الأساسي أنه هو يقضي على أمال. يدركون تماما أو تلك الدول الراعية للإرهاب والتي تمول الإرهاب الموجود في مصر، هدف الرئيسي القضاء على الدولة المصرية، ولن يحدث هناك ولن يحدث قضاء على الدولة المصرية إلا إذا تم القضاء على التنمية والاقتصاد، لأن هم مشتركين اشتراك مباشر. أي مجتمع تريد حدوث فيه زعزعة وعدم استقرار تعالى أثر بالسلب على دخل المواطن وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض معدل النمو وحدوث كساد وعدم قدرة المواطن على الحصول على أساسيات المعيشة، لأن الاقتصاد يؤدي إلى التنمية، سواء التنمية المعيشية أو رفع مستوى الدخل للمواطن وبالتالي الخدمات المقدمة للمواطن. الهدف الرئيسي للاقتصاد أي دولة، أن أي دولة في العالم قائمة على الاقتصاد تأكل تشرب تقدم خدمة صحية تعليم طرق نقل مواصلات، ليس هناك موارد تأتي لأي دولة إلا من الاقتصاد. والرئيس وضع نصب أعينه منذ تولي المسؤولية والحكومات المتعاقبة التي تولت المسؤولية خلال الفترة الماضية، كانت هناك قوانين وتم خروج مؤخرا قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار ووضع قوانين تحفز على الاستثمار داخل مصر والقضاء على البيروقراطية ونظام الشباك الواحد. خلال زيارات الرئيس الخارجية سواء على يزور معظم دول العالم، لدرجة أنه زار دولا لم يزورها من قبل الرئيس مصر، مثل فيتنام، الزيارة الأخيرة التي كانت مؤخرا للرئيس ضمن جولة كانت لفيتنام، كان يبحث هناك أطر التعاون والاستثمار في مجالات قناة السويس ومحيقة السويس وصناعة السفن وما إلى ذلك ومزارع السمكية، اللي هو الأمر الذي يتم جزء رئيسي من اختصاص وزارة الزراعة، التوسع في إنتاج السمك للقضاء على فكرة استيراد أسماك من الخارج وتوفير أسماك بشكل داخلي والتصدير كذلك إلى الخارج، تصبح بلدا مصدرة وليس بلدا مستوردة للأسماك. هناك تنمية شاملة في كافة المجالات، سواء على المستوى الزراعي، سواء على المستوى الصناعي، سواء على المستوى التصنيعي. هناك مدن كاملة دلوقتي يتم مدينة دمياط الجديدة للأساس، يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة. هناك مدينة الجلود الجديدة. كل تلك الأمور تسير بالتوازي بشكل مستمر لدفع عجلة التنمية والاستثمار، لأن دفع عجلة التنمية والاستثمار يعود إلى رفع نسبة معدل النمو والقضاء على نسبة البطالة وتقليل نسبة الاقتراب إلى الخارج من الشباب، القضاء على فكرة الهجرة غير الشرعية إلى الخارج وموت عدد كبير جدا من الشباب المصري في البحار خلال الهجرة الشرعية غير الشرعية. كل تلك الأمور تساعد إلى التقدم والازدهار والنمو ووجود واحتلال مصر مكانة متميزة وسط مصاف الدعاية والممولين للإرهاب، تعرف تماما قيمة وقدر مصر على مستوى العالم، ولا تريد أن تتقدم مصر، لأن مصر لو امتلكت كما تحدث قبل ذلك أحد المتحدثين، من يملك قراره من يملك قوته. هم لا يريدون مصر أن تتقدم وأن تكون دولة ليس لديها أي مشاكل اقتصادية، لأنهم يعلمون أنه عندما تكون مصر
تفوقت اقتصاديا ستكون صانعة قرار رئيسي ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوى العالم، وإن كانت مصر بهذا المكان هذا الآن في هذا التوقيت، ولكن لا يريدون أن يتزايد هذا الدور، لأن النمو الاقتصادي مرتبط تماما بالصين الآن من الدول ومصاف الدول الكبرى. ليه؟ أصبحت أحد أكبر الاقتصاديات العالمية. أيوة، بس أنت لو عايز تنفذ ده يا أستاذ محمد لابد الناس تبقى عندك فهمة إن القوانين العقيمة اللي بتعيق الاستثمار المستثمر ده لازم الناس تبقى حاطه في دماغها ان المستثمر ده قدامه العالم كخريطه قدامه، عارف انت عندك قوانين ايه، عارف عندك ضرائب ايه، ما بيجيلكش كده مش واحد مصاحب واحد رايحين يلا نروح مصر. الناس لابد تتخلص من البيروقراطيه والقوانين العقيمه اللي عندك لو عايز تعمل جذب للاستثمار. المشكله من وجهه نظري انا تحديدا، يعني المشكله ليست في القوانين ولكن المشكله في القائمين على تنفيذ القوانين. نحن لدينا قوانين تم استحداثها خلال الفترة الماضية أو كانت موجودة، القائم على تنفيذ القانون غير مدرك لخطورة ماذا يفعله. قبل ما أجي لحضرتك، لا مدرك، لا هو غير مدرك. ليه؟ لأنه له مدرك أن هذا يؤثر مدرك بس ما فيش عقاب على مستقبل أولاد ومستقبل وطنه الذي يقطنه ويعيش بداخله، لن يفعل ذلك. التصرفات الفردية التي تصدر من بعض الأشخاص القائمين على تنفيذ تلك القوانين والقيام بالاستمرار في تنفيذ البيروقراطية وتعقيد الأمور للمستثمر وغيره، كل ذلك يؤدي إلى إساءة الصورة. ده اللي أنا بقول، أنا ما أسيبش الأمر لمدرك ولا مش مدرك. ده يحتاج إلى اللي أنا كنت بتكلم فيه في القانون الجديد وكان يعني شيء عجبني جدا، أنا أعمل مدة زمنية وقت معين 10 أيام 15 يوم للرخصة، أبعتها لسيادتك ما ردتش عليا أعتبر أن ردك عدم ردك ده موافقة على الرخصة، أنا وتتحمل سيادتك النتيجة. هو ده السرعة في الإنجاز. أنا ما سيبهاش لإدراك الناس. نحن نحتاج مع القوانين التي تم إصدارها أن يتم تدريب وتأهيل جميع العاملين في مثل هذه الهيئات. ده من وجهة نظري لابد من إعداد دورات تدريبية وتثقيفية لمن يتعامل مع المستثمرين وفي هذا المجال ليكونوا على مستوى الحدث. حضرتك دلوقتي ليه لما بتروح القطاع الخاص بتلاقي خدمة 5 ستار؟ ليه بتلاقي خدمة على أعلى مستوى؟ لأن الموجود لتقديم الخدمة مؤهل للقيام بهذا الدور وعارف أنه هيتعاقب بالضبط. فلماذا لا يكون هناك منافسة من القطاع العام أكثر من القطاع الخاص؟ لأن هناك تأهيل وسياسة ثواب وعقاب يتم تنفيذها وتطبيقها عندما يقصر أحد العاملين في هذا المجال. نحن نحتاج كما نحتاج إلى قوانين توضع للقضاء على البيروقراطية اللي حضرتك أشرت إليها، بالتوازي نحتاج إلى كوادر مؤهلة لتنفيذ تلك القوانين، لأنه حتى ولو كانت هناك قوانين ليس بها بيروقراطية، الموظف الغير مؤهل أو العامل الغير مؤهل سيؤدي إلى إصدار صورة أن هناك بيروقراطية من طريقة تعامله وفهمه لهذا القانون. صحيح. هنروح لخبر تاني معنا من جريدة أخبار اليوم، الرئيس يعرض رؤية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب أمام الأمم المتحدة. ده الموضوع برضو متعلق بجزئية التنمية الشاملة في مصر، لأن أحد الأساسيات التي تواجه العالم أو الأمور التي يعاني منها العالم أجمع هو الآن الإرهاب. والرئيس أشار إلى ذلك أكثر من مرة منذ توليه المسؤولية وقال إن الإرهاب الذي يضرب مصر الآن أو ما تعانيه المنطقة هو خطر يهدد العالم أجمع، ولم يكن وقتها يدرك قادة الدول الأوروبية والغربية والكبرى خطورة هذا الكلام. يعني كانوا بيطبقوا المثل بقى دام الضرب موجود في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط، اللي هم صنعوا في هذا الإرهاب وهم كانوا المستفيدين الأوائل من ذلك الإرهاب من تصدير السلاح لتلك المنطقة أو تلك الجماعات المتطرفة يعانون الآن من ذلك الإرهاب الذي نصبح يوميا على حالات وحوادث إرهابية تؤدي إلى مقتل العديد من المواطنين. أصبح الآن المواطن في الغرب يعاني ذعر وفزع شديد جدا من الإرهاب. رؤية مصر لمواجهة الإرهاب، أصبحت الآن هناك دول كبيرة جدا تريد الاستماع لوجهة مصر في كيفية مواجهة الإرهاب، لأن مصر قامت بدور كبير جدا في تقليل والقضاء على براثن الإرهاب خلال الفترة الماضية، رغم ما فقدناه
من أبنائنا الشهداء، سواء من أبناء الشرطة والجيش والمدنيين الذين يوميا هناك أبناء من أبناء الجيش والشرطة البواسل الذين يحاربون في أرض سيناء العزيزة للدفاع والتصدي لتلك الجماعات المتطرفة التي من وجهة نظري التي لا تعرف دين ولا تنتمي إلى وطن، ولكنها جماعات مأجورة. هدفها الرئيسي هو زعزعة واستقرار مصر، لأن مصر استطاعت، هم كان في اعتقادهم أن بعد ثورة 25 يناير 2011 والظروف وثورة 30 يونيو والفترة الصعبة التي عانتها مصر خلال حكم جماعة الإخوان، تلك الجماعات الإرهابية التي حاولت أن تصنع جيوش موازية للجيش المصري ليتم استغلالها، وده كان التخطيط الموجود والمتبع أن يتم اختلال تلك الفترة وجود جيش موازي للجيش المصري وتصبح هناك حرب مفتسم. حرب كان مثل ما حدث في بعض الدول، لأن هناك كان بعد استراتيجي، والدول الغربية الراعية للإرهاب كانت تعرف ذلك تمام وتخطط لذلك لتقسيم دولة مصر أو أخذ سيناء الحبيبة لتكون وما إلى ذلك، كما تردد أن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ويتم القضاء على فكرة المشاكل الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نحن نقول كل التقدير والاحترام للإخوة الفلسطينيين، مصر أكثر دولة عانت ودفعت ثمنا غاليا من أجل القضية الفلسطينية. ليس معنى هذا أن تتنازل مصر عن حبة رمل من أرضها التي دفع ثمنها دماء دفع ثمنها آلاف بل مئات الآلاف من الشهداء المصريين خلال الحروب المتعاقبة مع إسرائيل، سواء من بداية من غزو 56 ثم 67 ثم الانتصار الكبير في حرب 73. نحن الآن نعمل على بالتوازي على محاربة الإرهاب في سيناء، وفي نفس التوقيت وجود خطط للتنمية داخل سيناء نفسها خلال الفترة المقبلة لإرسال رسالة للعالم أننا نحارب الإرهاب بيد ونبني بيد أخرى. صحيح. نضع الاستقرار والتنمية والقضاء على فكر الإرهاب، رغم ما تعانيه مصر من إرهاب يومي، ولكن العالم منبهر أو لديه حالة من الاستغراب الشديدة، كيف يحدث هذا في مصر من تنمية وهناك إرهاب يضرب في منطقة أخرى؟ نحن لا نشعر أن هناك خطر داهم يهدد الأمة المصرية، رغم أن مصر تحارب بشكل يومي، ولكن هناك تنمية مستمرة وانطلاق في مشروعات قومية وتحقيق معدل نمو كبير جدا. كل تلك الأمور وضعت العالم أمام حيرة أمام تلك التجربة المصرية الفريدة، ويريدون الاستماع إلى استراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب للاستعانة بها في مواجهة الإرهاب في كافة الدول، ولأنها تجربة فريدة يريدون أن نستمع إليها. هنروح لخبر تاني معنا من جريدة الجمهورية. مصر تتحدث بثقة مع المستثمرين ومشروعات جديدة لصناعة السيارات في قناة السويس. يعني أقول لحضرتك برضو أن محور تنمية قناة السويس، الدولة المصرية الآن تعمل على استراتيجية أنا من وجهة نظري أنه التنوع في المناطق الصناعية على محور تنمية قناة السويس. بمعنى نحن الآن الجولات اللي بيقوم بها الرئيس، يعني لو انت حضرتك رجعت كده مثلا سواء على مستوى التمثيل الرئيسي للرئيس السيسي، سواء عن طريق التمثيل سواء على الوزاري، سواء سحر نصر دكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، سواء على الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمسؤول الأول عن محور تنمية قناة السويس، الزيارات لدول بعينها تجدها مرتبطة بصناعة معينة. يعني حضرتك كده هات، يعني انت ستك عايز تنوع في هناك هناك تنوع الآن، وكمان التنوع في الجنسيات والشخصيات. هناك الحديث عن منطقة صناعية روسية في المنطقة، هناك الحديث لمنطقة صناعية لصناعة السيارات، هناك الحديث ولقاءات كانت الفترة الماضية مع زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا ولقائه بمستشار أنجلا ميركل ورجال أعمال ألمانيين. هناك تنوع للعمل على تواجد عدد كبير جدا من لأن صناعة السيارات من الصناعات الرئيسية والتي تساعد في ارتفاع معدل النمو وزيادة الدخل ومعدل التنمية. طيب هنروح لخبر تاني معايا من مصر اليوم.
مكتب دائم لحماس بالقاهرة للتنسيق الأمني والمصالحة تبدأ في غزة بدفع الدية برعاية مصر والإمارات. ده عايز أقول لحضرتك إن دي كانت صفعة قوية جدا للدول الراعية للإرهاب. لأنهم كانوا يستخدموا غزة وحماس. غزة ما هو سلف حماس، إن الحاكم لغزة هو جماعة حماس. الفترة الماضية حدث حالة من الشد والجذب الشديد جدا في العلاقة بين مصر وحماس. الإخوة الفلسطينيين يعلمون تماما أن الباقي أو الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة القضية الفلسطينية هي الدولة المصرية، لأنه على مر التاريخ، وبقولها على مر التاريخ، لم تقم دولة مع احترامي الكامل لكافة الدول والأشقاء العرب تدفع ثمنا غاليا من أجل القضية الفلسطينية مثلما دفعت الدولة المصرية، وما زلنا ندفع بشكل يومي. الدولة الوحيدة الآن التي تساعد على فك الحصار رغم المشاكل اللي حصلت الفترة الماضية، وإن كانوا الإرهابيين بيخشوا في سيناء لضرب قواتنا في سيناء عن طريق أنفاق كانت موجودة على الحدود بين مصر وغزة، ومعظمهم من جماعات حماس، كانوا بيطلعهم كانوا بيجوا من هناك وكانوا بيقتلوا أبنائنا في سيناء، ومعظمهم من جماعات من حماس نفسها. تمام، وتم إدانة جماعات بيت المقدس والكلام ده، جماعات هناك دي كلها أسماء، لكن كله في الآخر مجمله حماس. ولكن يعني الدولة المصرية كانت تفتح معبر رفح لعلاج الحالات المرضية، وكانوا يعالجونا في المستشفيات المصرية، وانا شفت حالات في معهد ناصر. انت بتتعامل هنا مع دولة لها تاريخ ولها حضارة، كان المعونات يعني لا تعاقب شعب، المعونات التي بأخطاء أفراد، المعونات التي كانت تذهب للإخوة الفلسطينيين في غزة كان عبر معبر رفح وعبر الدولة المصرية. مصر رغم ما عانته الفترة الماضية ولم تتخذ موقف عدائي شديد ضد الفلسطينيين في غزة، حضرتك قلت بذنب بعض المرتزقة أو بعض الجماعات المأجورة التي تريد صحيح أن توتر العلاقات بين الفلسطينيين وبين الشعب المصري. ولكن أؤكد لحضرتك بقى عشان في الجزئية دي، كان هناك علاقات مباشرة الفترة الماضية بين قطر وبعد جماعات حماس، كان هنا على علاقات مباشرة بين إيران وبعد جماعات وبعد قيادة حماس، قيادة حماس. ماذا فعلت تلك الدول القضية الفلسطينية؟ لم تتحرك القضية الفلسطينية قيد أمولة، ولم يستطيع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في رام الله أن يحقق أي مكسب وحيد منذ أن لم تتدخل مصر في القضية الفلسطينية. صحيح، لو رجعنا بالذاكرة كده، الأسرى الفلسطينيين الذين تم التبادل في قضية التبادل الأخيرة بين القضية بين الأسرى الفلسطينيين وبين الإسرائيليين تمت برعاية مصرية، ولو لم تكن تتم لولا جهاز المخابرات المصرية. دور مصر لا ينكره إلا جاحد يعني، واحنا شايفين القيادة المصرية على مدار السنين كلها بتساند بقوة الشعب الفلسطيني، وعلى فكرة لا تحمل الشعب الفلسطيني أخطاء الأفراد في حماس. نحن لا نحمل، ولكن الدولة المصرية ماذا كان طلبها من حماس؟ طلبنا الوحيد أن يتم حماية الحدود بين مصر وغزة من جانب حماس. نحن لا نريد إراقة دماء. مصر قادرة بجيشها أن تدك هذا الخط الحدودي، ولكن هناك اعتبارات دولية. مصر دولة مؤسسات لها قيم ولها مبادئ يتم التعامل معها، حتى ولو كانت تتعرض يوميا للمخاطر، ولكن هناك خطوط حمراء مثل ما يحدث في سيناء. لولا وجود الإرهابيين داخل التكتلات السكنية ووسط المدنيين لكان الجيش المصري قضى على تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة في يوم، في أقل من يوم واحد. ولكن هناك اعتبارات وهناك عقيدة عسكرية لدى الجيش المصري أن حماية المدنيين. من جريدة الوفد، وزير الخارجية استعرض الملف الليبي خلال الاجتماع السداسي بلندن. ده برضو من استراتيجيات السياسة الخارجية المصرية، هو عدم ترك الملف كبير جدا في الملف الليبي. طوال الفترة الماضية كانت تساعد الإخوة الليبيين للقضاء على الجماعات الإرهابية، قامت بدور كبير جدا في عملية التوافق بين المشير خليفة حفتر وبين
الحكومة أهمية الليبية. الاستقرار الأمني في ليبيا مهم جدا لأن مصر تعلم تماما أن حماية أمنك الداخلي مرتبط تماما بحماية حدودك. صحيح. لأن أي عدم استقرار والتهريب بيحصل من ليبيا والجماعات الإرهابية بتيجي من ليبيا. صحيح. لأن دلوقتي حماية الأمن الداخلي الليبي سيساعد على حماية الأمن الداخلي المصري. صحيح. مصر لم تتخلى ولن تتخلى، والرئيس في أكثر من خطاب له قال لك كده أن أمن أشقائنا العرب خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية. مصر تحركت خلال الفترة الماضية، لأن إحنا لو طرقت الملعب، لأن تم إدانة قطر الفترة الماضية بدعم جماعات في ليبيا بأموال طائلة وأسلحة، ما هدف بدليل بدليل ووثائق ووثائق دامغة وتم وتسجيلات من أمراء والحوار الذي أذيع على الهواء مباشرة خلال اجتماع جامعة الدول العربية، والحوار والنقاش الذي حدث. صحيح. بين السفراء أو ممثلين دول الأربعة. صحيح. مصر والسعودية والإمارات والبحرين. صحيح. وممثل قطر، كان هناك حديث مباشر عن دعم دولة قطر للجماعات المتطرفة في ليبيا وفي سوريا وبعض الدول الأخرى. ماذا كان هدف قطر من ذلك؟ هدف قطر كان هو أمن مصر، لأن يعلمون تماما أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي مع الأخوة الفلسطينيين في غزة. عايزين نكون صادقين في كلامنا، هناك دور كبير جدا للدبلوماسية المصرية برعاية مباشرة من الرئيس السيسي على كافة الأصعدة. عندما يتحرك حاليا في زيارة بعض الدول الأوروبية، مصر تتحرك لفتح قطر وجرائم قطر الإرهابية لإفشال تلك الزيارات التي يريد منها شرح الأمور على غير الحقيقة. هناك تحرك مباشر، وانت حضرتك شفت ووجدت هناك رفض دولي وتظاهرات سلمية من أشقائنا العرب والإخوة المصري أمام السفارات الأجنبية والدول التي يزورها أمير قطر لتوضيح حقيقة الدولة القطرية. الرئيس السيسي أنا واثق أنه خلال زيارته الحالية لأمريكا لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، سيكون له لقاءات على جانب تلك القمة مع كبار وزعماء الدول لشرح حقيقة الأمور وشرح موقف مصر والدول أو دول الرباعي العربي تجاه قطر. هناك تحرك، شايف الفترة المقبلة هيكون في تأثير كبير على قطر؟ للأمانة حدث بالفعل. قطر معنى قطر تستعين بقوة تركية للحفاظ على الأمن الداخلي القطري، فدي إهانة في حق النظام القطري. أنت تعلم تماما أنك ليس هو في نظام في قطر؟ هو يعلم تماما، هو حاليا في نظام موجود ده عزبة يعني عزبة قطر، هو يحكم البلاد حاليا بقوات تركية. معنى ذلك ايه؟ هو اتصاله الاخير في امير يستدعي البرلمان التركي الموافقة على القانون لنشر قوات تركية في بلده. اتصاله الاخير بولي العهد السعودي الملك محمد بن سلمان كان معناه ايه؟ ان هناك تراجع في الموقف القطري. هو المشكلة الان لا تكمن في قطر، ولكن تكمن في ما وراء قطر. إيران وتركيا لا تريد الاستقرار ورجوع قطر إلى حضن الدول الخارج العربي أو أشقائها العرب. صحيح، ودي المشكلة فعلا. وشفنا كمان وزير الخارجية المصري وهو بيقول له خليك مع إيران، أنت بتحابي إيران، خليك مع إيران. الكاتب الصحفي المحترم محمد ربيع غزالة، رئيس مساعد رئيس تحرير الأهرام المسائي، أنا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا. شكر جدا يا فندم. أعزائي المشاهدين، لكم مني أطيب المنى. ماهر الفضالي.